الحمد لله الحمد لله يا رب العرش العظيم. النقطة ثمينة اللي غادي تبقى تخلينا حيين في هذا الكأس حتى المباراة الأخيرة ضد كندا. قول بعض التغييرات اللي ما ولكن نهضروا اللعابة. يا أول مرة في ليكيب ناسيونال كان داك لوتخاق وكندا دري شوية كانوا خايفين ستو في الزلزولي ما دري اللي كان أولو عليه كتير ونتمنوا يكونوا مزيانين ضد بلجيكا إن شاء الله. الحمد لله وني فريمون تري تري كونتون دو سو بوان باسكو فريمون سو بوان إلي تري 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 شير غراس سو بوان أون بو إسبيري لا كاليفيكاسيون أون دوزيام تور أون إيفي لا دي كونتر لا بلجيك أون فا تو غاني أون بلو ريان à perdre, on va tout jouer, on n'a plus rien à perdre et Inch'Allah on est confiant et on a un très bon groupe et Alhamdoulilah ici à Doha on est bien, les supporters marocains ils ont créé une ambiance magnifique et Inch'Allah on sera qualifié, il dit ma mreb comme ça, il faut que nous soyons en train de se faire un petit peu de croix, un petit peu de الماتش كان مزير بزاف وربما لما بان ليا اللعابة ديالنا كانوا بحال شوية خايفين ما كانوش لاعبين كما الماتشات اللي دازوا وان شاء الله خير في غيره نعوضوا في الماتش ديال بلجيكا ان شاء الله وديال كندا والله يسهل على الجميع. مزيان الحمد لله اللهم واحد الزير واحد نحطها وحدة ولا نخسر. نتيجة 0-0 مع ثاني كأس العالم 2018 نتيجة طيبة رغم أن كثير من لاعبين المغرب كانت عندهم إصابات دونك ما عندهمش تنافسية ما قدروش يكملوا بنفس الريتم طوال 90 دقيقة. كنظن نتيجة طيبة تخلينا نفكروا في لقاء بلجيكا بكل أريحية ونحاولوا نعملوا نتيجة بلجيكا اللي تخلينا لقاء كندا يكون ما نقولش شكلي ولكن مع الكثير من الأريحية.